من عام 96 الى حد اليوم 2023 في اوت تو يخلص اقل من 400 دينار، وعنده حكم اداري من 2017 حكمت ليه المحكمه الاداريه اللي فايدته، او الحكم الاداري من 2017 اللي فايدته تو يخلص اقل من 400 دينار. هذا موجود في تونس؟ هذا حقوق الانسان؟ هذا حكم اداري ما يتنفذش، يكون باش ينفذه. عندي اشكال من عام، عندنا شخص يخدم في معتمدين سيدي برويس من عام 96 الى حد اليوم 2023 في اوت تو يخلص اقل من 400 دينار، وعنده حكم اداري من 2017 حكمت ليه المحكمه الاداريه اللي فايدته تو ما حبش حتى اداره تنفذه، لا الولايه لا الوزاره لا رئاسه الحكومه. كتبنا حتى رئاسه الجمهوريه، رئاسه الجمهوريه تبعث الموافق الاداري، الموافق الاداري يبعث لرئاسه الحكومه، رئاسه الحكومه ما تجاوبش بالكل. الشخص هذايا عنده حكم اداري، هاو الحكم الاداري من 2017، من 2017 اللي فايدته لتو يخلص اقل من 400 دينار. هل هذا في تونس الديمقراطيه، تونس حقوق الانسان؟ يعني شكون الشخص هذا بالضبط؟ ها هو علي المليتي. شنو قرابته بيه؟ لانك انت تطرح في مشكلته. ولد اختي، ولد اختي، واليوم مازال يخدم في المعتمديه ويخلص اقل من 400 دينار مع راسه بثلاثه صغار، من عام 96 يخدم، شو قداش من عام؟ هذا موجود في تونس؟ هذا حقوق الانسان؟ هذا حكم اداري ما يتنفذش، شكون باش ينفذه؟ شكون باش ينفذوا الحكم الاداري هذايا؟ رئيس الحكومه بعث لها موافق اداري، بعث لها رئيس الجمهوريه، بعث لها وزاره الداخليه، ما حبش تسمع الكلام بالكل، هاو حكم اداري. وين يمشي الشخص هذايا؟ سامحني، علاش انت تطرح فيه مشكلته تو؟ علاش مش هو؟ هو ما يجيك، هو يخلص 400 دينار، كي مش يجيك من برويس لتونس باش يخلص 30,000، هو يخلص 400 دينار، ولاده يباتوا جواعة. يعني انت تمثل فيه تو؟ نعم؟ تمثل في الشخص هذا، تطرح فيه مشكلته هو. الشخص هذايا وعنده توكيل، عطيني توكيل ليه. ها هو توكيل، قول لي عامل لي توكيل. ها هو عامل لي توكيل، ها هو التوكيل، ها هو التوكيل اللي عطيه لي باش ندافع عليه. شيء ما حبش حتى شيخص، نطلب من السيد رئيس الجمهوريه ان يباشر، ان يتكلف مباشره بهالحكم هذايا. يعني انت مشكلته الاساسيه الشهريه نتاعو مش مساعدته، ما تبدلت الجمله. ما تبدلش من عام 96، هو يخدم من عام 96، بداها ب 80 دينار تو 400 دينار. اللي دخلوا في بعد الثوره، الحضاري دخلوا بعد الثوره يخلصوا خير منه، يخلصوا اكثر من 400 دينار، وهو واش 20 سنه تو قرابه 30 سنه يخلص ب 400 دينار اقل. شنو هو خدمته بالضبط؟ عامل يومي، عامل يومي، فما عامل يومي تو مترسم يخلص اقل من 800 900 دينار، ما فماش الا هذايا. فهمت؟ نعم. تبع اي وزاره؟ تابع وزارة الداخلية، يخدم في معتمدية برويس، تابع ولاية سليانة. تيمشي يمشي باش يقابل الوالي، من الوالي ما يحبش يقابله. فما والي اش يعمل الوالي غادي ما يقابلش المواطنين؟ هو كي يخدم في، هو كي يخدم في المعتمدية ديجا هو ديريكت في تواصل مع المعتمد، علاش ما طرحش مشكلته على المعتمد؟ المعتمد المعتمد يقول انه كاتب الولاية، الولاية كاتب الوزارة، الوزارة كاتب لرئيس الحكومة، كان الموضوع هذايا نتاع الشخص هذايا مربوط برئيس الحكومة. رئيس الحكومه ما حبش تنفذ الحكم، طلباتي شكون تصور الوضعيه نتاع الشخص هذا المظلوم، شخص مظلوم مقهور.